مساحة جناح الطفل لازم تزيد سنة عن سنة لأنه الإقبال بيزيد. صحيح، عند حضرتك حق تماما. الاطفال والاسر كل سنه بيبقوا حريصين على انهم يحضروا الفعاليات اللي كانوا موجودين فيها، ودايما يسالوا ايه الجديد السنه دي يعني. فاحنا دايما ده بيقع علينا مسؤوليه، سواء في المركز القومي لثقافه الطفل طبعا، او الهيئه العامه للكتاب المنظمه، واحنا طبعا كنا جزء معاهم باطار التفاعل والمشاركه في وزاره الثقافه بين القطاعات كلها، مشاركين معاهم في اللجنه التنفيذيه في جناح الطفل. فطبعا كان لازم يبقى عندنا جديد السنه دي نفرح بيه اطفالنا، مش هقول من القاهره بس، ده من كل المحافظات. جميل جدا. اللي هو ايه بقى الجديد السنة؟ عندنا أكثر من برنامج جديد السنة دي. عندنا برنامج حكايات الانتصار بيقام بشكل ثابت، شرفنا امبارح اللواء محمود خليفة واتكلم عن انتصارات حرب أكتوبر، واتكلم عن أسرار بشكل مبسط وجميل للأطفال. طبعا ورجل عسكري لكن قدر يبسط المعلومات للأطفال. ويوميا عندنا كتاب وفنانين وشعراء يتكلموا عن نصر أكتوبر من زوايا مختلفة بطريقة مبسطة، تقدر توصل النصر العظيم ده باحتفال مرور 50 سنة عليه النهاردة. عظيم. وانت بتتكلم عن الحديث بأسلوب مبسط للأطفال، عشان كده احنا دايما لما بنتكلم ونقول ان أدب الطفل أو الكتاب اللي بيكتبه للطفل لازم يتمتع بمهارات خاصة. مش أي كاتب يقدر يكتب للطفل، لأنه أولاً الفئات العمرية من الأطفال بتختلف، لأنه الأجيال بتختلف، فبالتالي كاتب أدب الطفل لازم هو كمان يغير ويطور من نفسه عشان أسلوبه يواكب التطور الحاصل بالنسبة طبعاً لمفاهيم الأطفال وطريقة فهمهم كمان. صحيح، يعني كتابات الأطفال من أصعب الكتابات وأمتعها، عشان كده بقول لحضرتك ان الجمله دي دايما جمله ثابته عندي بحب اقولها، انها صعبه جدا بس ممتعه قوي. يعني لما بتقعد مع طفل وتعمل ورشه حكي او يقرا في كتابك ويوصل له المعلومه ويقوم مبسوط منك وفاهم وتساله على اللي استوعبه من المعلومه، ان انت طبعا في الاخر مش بتعمل حاجه مباشره ولا بتعمل وعظ مباشر، لان الاطفال ما بيحبوش ده عموما، وحضرتك طبعا فاهم ده. يعني الاطفال دايما لما تيجي تقول له اعمل او ما تعملش اول حاجه يعمل العكس على طول طبعا، رفض الاوامر. تقول له بشكل غير مباشر وتوصل له المعلومه ويستوعبها، دي بتبقى قد ايه فرحه، ودي الجائزه الحقيقيه بالنسبة لنا. طيب حضرتك ككاتب للطفل، هل في مرة استفدت من الأطفال؟ الحقيقي ان دايما التعامل مع الاطفال، ودي كانت نصيحه استاذنا وكاتبنا الكبير الاستاذ يعقوب الشاروني شخصيه معرض الطفل هذا العام، لما كنا نلتقي معاه في الندوه الشهريه اللي بيعملها بشكل دائم، كان دايما يقول لنا انا بقرا القصص بتاعتي الاول للاطفال للجمهور بتاعي قبل الطباعه. وده الحاجه الجديده اللي كان دايما يقولها لنا واللي اتعلمناها منه، كان يقراها للطفل قبل الطباعه عشان يشوف رد فعل الطفل ممكن ولو يعدل. حس ده حقيقي، ده حقيقي. هو كان يقول ده جمهوري الاساسي، لو هم في حاجه ما فهموهاش يبقى لازم اغيرها لان دول جمهوري. فهو ده احنا اتعلمناه منه، ان الطفل هو المفيد بالنسبه لي، وده انا بعمل بيه تيست، وده اللي اتعلمته منه، ان انا اعرض القصه اللي انا فيه لو حاجه مثلا عايز استوعب احس انها واصله للطفل والمرحله العمريه، رغم ان احنا بنقرا كتير وبنستوعب كتير وبندرس كتير على المراحل العمريه واختلافها، لكن لما بنقرا ونقل الطفل ونلاقيه بيعايز يقول حاجه او بيستفسر عن حاجه طبعا لازم نغيرها. طيب عظيم جدا. انا دلوقتي مش هتكلم مع حضرتك عن الانشطه والفعاليات الترفيهيه اللي هي بالفعل مناسبه للطفل، لا، عايز اتكلم معاك اكتر عن الأنشطة اللي هي كبيرة وإحنا قدرنا إن إحنا نبسطها، مفاهيم كبيرة، مصطلحات كبيرة، زي حضرتك مثلا ذكرت نصر أكتوبر، زي نقدر نبسطه للأطفال بطريقة تناسب طريقة فهمهم. إيه تاني من الحاجات أو من الورش العمل اللي كانت موجودة مخصصة للطفل في المقام الأول لكن إحنا قدرنا نبسطها عشان تناسب الأطفال؟ احنا كمان عندنا برنامج زي حكايات الانتصار اسمه حكايات سيناوية، بنقدم حكايات من قلب سيناء من خلال باحثين متخصصين وكتاب متخصصين. وامبارح كمان عملنا بعد الحكاية عملنا ورشة رسم الزي السيناوي، يعني فكرة ان احنا نربط الاطفال بسيناء جزء من ارضنا ومن وطننا، فكرة ان نربطهم بهويتنا وجزء من هويتنا وتراثنا، ده اللي لازم نوصله للطفل بشكل فني. فعشان كده بنشتغل كانت تبقى لفتة مهمة جدا لو استعنتوا كمان باطفال من سيناء. طبعا يعني تبقى لفتة مهمة جدا، بس طبعا انت عارف صعوبة احيانا الانتقال، واحنا على فكرة بيجيلنا، يعني احنا جالنا السنة اللي فاتت وان شاء الله المعرض احنا لسه في بداياته، جالنا السنة اللي فاتت شفنا اطفال من سيناء وجايين مع اسرهم وبيستمتعوا معانا، وتمت وزارة الثقافة عملت ده من خلال مبادرة حياة كريمة، ان كمان جالنا اطفال من المحافظات من مطروح ومحافظات حدودية عشان يشاركوا معانا، وتبقى الثقافة في اطار البرنامج العدالة الثقافية منتشرة في كل مصر. يعني انت قلت دلوقتي ان في ناس بيجوا كل سنه وخلاص الوشوش بقت مألوفه مش عارفين اسمائهم، بس خلاص عارفين ان هم بيجوا كل سنه.